ஆய சொல்லி வசிந்தா ஈமன் அபதா அலா ஹபீபி கல்கி குல்லி மூலாயா يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكري جيران بذي سلام مزجت عن جرى محبتي نعومي تلقائي كظيمتي وأومام القرق في غلماء بالقرامي فمالي حينيك قلت اكبو فقامتا ومالي قلبك تستفق يميني أيغسب صبعا للحب منكتب وبين منسجم منه ومتعلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا الخلق كلهم لولاها مهن تري لم الهلا قال لي ولا أعرف تامير الباني والعالمين فكيف تنكره من بعد ما شهد به عليك أدو للدمع والسقم وأثبت مجدك في أبرات فمنا مثل البهار على خديك والعنم أهوى فأرقني الحب يفترض ذاتي بالعالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لخلق كلهم لا إِنَّ فِي الْهَوَى
أدري مذرة إني إليك ولو أحسب لم تلومي عددك علي لا سيدي بمستفيدي عن الهشة ولا دائي بمنحسبي أحلتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني فهمت نسيه الشيب في عذلي والشيب أبعد في نسم النار التهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير فإن أمارتي بسوء ما اتعظت من جهلي هابي نذيري شيبي من حرمي فلا أعدت من الفعل الجميل قراء ابن ألم برأسي غير محتشمي وكنت ألم أني ما أوقره ختمت سرا بدالي منه بالكتمي من لي برد جماه من غبايتها فما يرد دماء الخير باللجوم فلا ترم بمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة نهيمي النفس كالطفل إن تهمله شب على برضاعي وإن تفتنه ينفتني أسلف هواها معاذر أن توليه إن الهرم تبلى يصلي أو يسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرائيها وهي في الأمان سائمة وإن هي استحلت البرع فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في قسمي أغشى دسائس من جوع ومن شبع فاروق مخمصة شر من التقم واستقري دمعا من عين قاد طلعت من المحارم والزمن ميتا ندمي صل مولاي صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به كسلا لذي عقوبي أمرتك الغيظ لكن ما اتمرت به وما استفهمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم توصل من أحيا ولا ما إلى أن اشتاقت قدم كل رب ورقي أشد
من ثواب أخشاه وطوى تحت الإجارة كشهم مترى فالآدم على بادته الجبال ثم من ذهب النفس فهرى أيام شبابي وأكدت زهده في هوى رورته إن الله رورة لا تدعو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا رورتما لولاه لم تخرج الدنيا من العالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفارقين من قرب ومن عجب محمد سيد القولين والثقلين والفارقين من قرب ومن عجب محمد سيد القولين والثقلين والفارقين من قرب ومن عجب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بنبي الأمير الثاني فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته بكل هول من الأهوال المقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته بكل هول من الأهوال المقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مقاسم فالنبي نبي خلق وفي خلق ولم يدانوه في قلب ولا قلب وكلهم من رسول الله ليس له رد فيعري بعد تناطق بفمي لو ناسبت قدره عظاما أحيا اسمه حين يدعى دار سليم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لدي في عند حدهم نقطة العلم أو بشكلة الحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم ما هو صورته اصطفاه حبيبا طارق النسب منزه المنشر في محمد
سنيسي غيرهم قسيمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمتعتهم النصارى في نبيهم. احكم بما شئت وارد فيه وحكمي. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي. فانسب إلى قدره ما شئت من عظمي. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعلي بعد لو ناسبت قدره آياته عظاما. أن يسبوه إذا يرد عدارس الإمام. لم يمتهن بما يلحق به إذ سن علينا فلم الشمس تظهر للعينين من بعد صابرة وتقي الطرف من أمامي. وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم النيام تسلله بالحلم. قام بلاغ الفيلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. قام بلا علم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. قام بلا علم به أنه بشر رسل الكرام بها. وإنما اتصلت نوره بهم. فإنه شمس فاضل كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي كان بطرق بالشري متسمي. الزهر في طرفي والبدر في شرفي والبحر في كرمي والدهر في همامي. كأنه وهو فرد في جلالته في أسكار حين تلقاه وفي هشمي. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطق إن هو مقتسمي. تأتي ما يليل تربة ثم هلمه طوبى لمنتشق إن هو ملتزمي. مولاي صلي وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم.
حبيبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه فرس أنهم قد أنذر بحلول القوس والنقم أبت إيوان كسرى وهو منصدر كالشمل أصحاب كسرى غير متائم النار غامضة الأنفاس من السفي عليه والنهر صاهي العين من صدم أسى أصابت الغاضته غيرتها ورد واردها بالغيم حين ظمي أأنا بالنار ما بالماء من دللي حسنا وبالماء ما بالنار من غرمي والجن تكتب بل والحق يظهر من معنى ومن كلمي أم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وفارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما آينوا في الفقه من شهوب قوة وفق ما في الأرض من صنمي حتى وعد أنتري المغي منهزم من الشياطين يدعو إثرى منهزم قل يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكار بالحصى براحته رمي نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذا المسبح من أحشاء ملتقيم قل يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيها أدل دعوتي الأشجار سديدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي كأنما سترت صدرا لما قدم فروعها من بديع الخد باللقم مثل الغمامة النسارة سائرة تلقيه حرابة سل الهجير حبيب أقسمت بالقمر كل شق إن له قلبه نسبة مرورة القسم وما هب الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرم والنحى ما مضى الأنقاب تعالى خير البرية لو تسج ولم تحمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لقاية الله أمت المضاعفة من الدروع مع العالم من اللطم ما سامني الدهر لي مما استدرت به إلا ما جبت جمارا منه لم يظلم قالت ما استغنى دارين بيده إلا استلمت النذا بالخير ما استلمي أطل بالوحي من رؤياه إن له قلبا لغرامة العينان لم يدمي فرقى من بلوع من نبوته وليس ينكر فيه هل مقتلم تبارك اللهم يمر مكتسب ولا نبي على غير ذي متهم كم أبرأت غصبا باللمس راحته وأطلقت أرما في ربقة الأمم فأحيت السنة شبع دبته حتى حتت غرة في العسر الدهم بأرير جاد أو فلتر بطه بها سيبا من اليم أو سيلا من الأرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بيني ووسطي آتات الله ظهرا ظهورنا للقراء ليلا على علم الدر يزداد حسنه وهو ملتظم وليس ينقص قد غير ملتظم فمات طاغ الآن
الغاشية آيات الحق من الرحمن مهتدة قديمة صفة الصوفي بالقدم لم تقدر بزمان وخيات تخبرنا من النبيين إن جاءت غالا تدوي روحك ما تنظم تبقينا من شبه لشقاق فلا تبقينا من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب عاد الأعادي مولاي يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رد بلاغتها دوام معارضها رد الغيور يد الجارع الحرم رهم عنك موج البغر في مددي وفق جوهره في الحسن والقيم وما دعت ولا تنسى عجائبها ولا تنسى على الاختار بالسام قرت بها عين قادها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فتسلمي ان تتلوها خفتان من حجينا لدواء اتفتح حبل الله مرديها شبني أنها الحوتاب قول الوجوه به من العصاة بقاب جاءوك الحمني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خال للخلق كلهم فتجاب الجحاس إراها تنكرها تجاه لما هو عين بحديث الفاهم قد تنكر العين الشمس من رمد ويمكر الفم الطور والماء من سقم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يما بل أكون ساحته سيغوى فوق بطون أين في رسوبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمقتدر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم سريت من حرامي ليلا إلى حرامي كما سرى البدر في تاج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة بقاب قوسين لم تدرك ولم ترامي وقدمك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبع اتباق به لموكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا كنت دعش بل مستبيق من الذنوب ما لا مقل مستنيم قبلت كل ما قام بالإضافة نوديت برفع مثل مفرد العلم أي ما تفوز بباب
الأنفاس من أي مستتر عن العيون مسير أي مبتتم فاستقل مقام غير مشترك ويستقل مقام غير مستحم وجل مقدار ما بنيت من رتب وعز إدراك ما بنيت من نعم بشرى لنا من شار الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منقدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسم كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاءت قلوب العيد أنباء برثته كنبأة أجفال فصلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مرترك حتى هتوا في قناة لحما على مظمي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشياء شالت مع الإقبال والرحم كم بالليالي بلا يدرون عدتها كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرب إلى لحم الحدى قريب يجر قدر خميس وفصابحة بموج من الأبطال ملتطم من كل مرتدب لله محتسب مستسل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به بعد غرفتها موصولة رحمه مقبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلم تيتم فلم تئم هم الجبال فسلمهم مصادمه ما رأى منهم في كل مستدم فسل هنينا فسل بدرا وسل أهدى وسلمت كلهم مدهى من الوهم لله لهم سما تميزه والأرض ينقض بالسما من السلم تهدي إليك رياح النسر نشرهم فتكسب زهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا شدة الحسن لا من شدة الحزن طارت قلوب العيدى من بأسهم فرقا وما تفارق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته تلقاه الوسط في اعجامها تجني ومن تكن برسول الله نصرته تلقاه الوسط في اعجامها تجني ومن تكن برسول الله نصرته تلقاه الوسط في اعجامها تجني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في هرز ملته بليتها مع الأشبار في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدر به وكم خصم البرهان من خصمي لفك بالعلم في الأم معجزة جاهلية مستجيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدي نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ചില സമയങ്ങളിൽ
ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു 200 വരി കൂടെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ, എത്ര സമയം കൂടി നമുക്ക് ബുർദ ചൊല്ലിക്കൂടായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും. അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ മദഹ് മരണം വരെ ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകിയിരുന്നു.